بنات، السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتوما على خير، اخبار صحيحه؟ نتمنى تشاهدوا هذا الفيديو نتوما في صحه جيده. البنات، هذا صايبت لكم هذا العصير ديال التمر، مغذي وتعطي الطاقه للجسم. هذا صايبته بالحليب، وهذا صايبته بالماء، غير التمر والماء. دابا تشوفوه معايا في الطريقه كيف صايبته. راه البنات راه غير جربوه، راه زوين. حاولوا تشربوا كاس مع الفطور، وحاولوا تشربوا كاس مع السحور، تشوفوا كيفاش غادي يعطيكم واحد الطاقه سبحان الله العظيم، لانه زوين بزاف. دابا ندوزو للمقادير. تمر بحال هكذا، تنحيدو ليه هاد العظام وتنديرو هنايا تي بحال هاك، وتناخدو الماء، تناخدو الماء وتنخويه عليه وتنخليوه اما يبات ليلة كاملة اما على الاقل 3 سوايع وهو يف في الماء هكايا باش يرطب. من بعد تناخدو في الطراد بالماء ديالو، شوفوا كيفاش تيولي، راه تيولي رطاب. هانتو شوفوا كيفاش تيدير هاد الماء، ما تحيدوش، شوفوا كيفاش تيولي الماء ديالو. دابا ندير معاكم ان شاء الله حتى العسل ديال التمر. خاصكم ضروري ترقدوه في الماء، وتاكدوا ما يكون حتى شي عظم. انا راه غير باش نكسب الوقت رقدته. زوين، الواحد اللي ياخده مع السحور ولا يفطر به في الفطور. اللي بغاه بالماء يديرو غير بالماء، واللي بغى يدير ليه الحليب يدير ليه الحليب. انا غندير معكم جوج طرق وتشوفوا. بلا ما تنديرو فيه لا سكر لا والو، هو راه حلو. واللي بغى يزيد الحلاوه يدير العسل، وغير هكا راه تيجي زوين. نوريكم كيفاش يجي. هذا بالماء، اللي بغاه خفيف اكثر من هكا يزيدوا الماء. غادي نزيد
غادي نزيد هاد الكمية هادي اللي باقية، هاد الماء اللي كان مرقد فيه ضروري حتى هو يتكب هنايا. غنضيف عليه الحليب، حليب اي حليب ديروه ليه. الكميه ديال الحليب نتوما شحال بغيتو ديروه، واش يكون خفيف ولا يكون ثقيل ولا نطربو. الطحن عندنا هذا اللي بالحليب، غادي نكبوه حتى هو في الكويسات. صحي. نتمنى يعجبكم هاد العصير، هذا راه مفيد ومزيان للصحة، راه تيعطي واحد القناعة لشربتيه. المهم المذاق ديالو بلا ما تحتاجو ديرو ليه السكر، غير هاد المذاق ديال الحلاوة ديال التمر بارك عليه، واللي بغى يحليه يزيدو شوية العسل. غير من تديرو في العصير خاص يكون داك التمر رطب، احنا هنايا ذات يتميز هاد التمر هنا في الصحراء. زوين عندهم هاد التمر، هذا هو حلو بزاف والمذاق ديالو رائع زوين. تياخدوه فاش يكون باقي الله فحيدوه من النخله، الناس ديال زاكوره تياخدوه يديروه في واحد البلاستيكه وتيضغطوا عليه مزيان وتيخبيوه حتى الوقت اللي غادي يستهلكوه، عاد تيجبدو منه بكميه بكميه، تيبقى حتى ولو يجلس 3 سنين ولا هذا تيبقى مزيان، لان فاش يبغيو يعلبوه تيعلبوه في واحد البلاستيكه وتيحاولوا يضغطوا عليه، وتيصايبوه بعده الطرق به العصير، وتيصايبوه بيديهم، تيصايبوه به بزاف ديال الحوايج. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، راه صحي وفيه واحد لا تقاوم. السلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.